خياليه اللي بزاف الناس كانوا كيسولوا عليها وكيقلبوا عليها، هي هذه الماكينه ديال ابسون ال 8050. بزاف ديال الناس باغيين يشريوا هذا ال ابسون 8050 وعندهم بزاف ديال التساؤلات على هذه الماكينه، كيفاش القضيه ديالها، شنو كطبع، شنو كدير، واش نقدروا نحولوها لدي تي اف. عندهم بزاف ديال التساؤلات، هذه ما شاء الله في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش تحولوها لدي تي اف، كيفاش تخدم بها تصاور، كيفاش تخدم بها لي كارت بي في سي، كلشي بالديتاي ان شاء الله. دابا نفتحوها ونشوفوا المكونات ديالها ان شاء الله الاخوان، ودابا نشوفوها نفتحوها دابا معاكم ونانستاليوها معاكم باش تعرفوا الانستالاسيون ديالها وتعرفوا تعوضوا بها حتى لي كارت بي في سي، تعوضوا بها تضربوا بها تصاورات، تطبعوا بها تصاور. هاد الماكينه هادي الاخوان كتخدم حتى للموالين اللي عندهم استوديو، الناس اللي عندهم استوديو راه كتخدم لهم هاد الماكينه هادي، يعني مابقاوش ديك لي ماشين شحال هادي قديم الزمان اللي كتشد صويره كتحشيها في واحد الحمض وكديرها في واحد الضوء حمار واش داك الشيء باش يتحول وكذا. دابا رجع دير داك الشيء الكتروني، رجع داك الشيء بسيط. الحاجه اللي كتميز بها هاد الماكينه هادي هي السرعه. تعاود كانت ابسون ال 805 كتضرب مثلا 20 ورقه، مثلا واحد 10 د الورقات في الدقيقه، هذه تقدر تضرب 20 ورقه في الدقيقه. المهم دابا غنفتحو نشوفو الديتاي ديالها شنو كاين داخل باش نشرحو لكم عاوتاني لانستالاسيون داك الشيء ديال البيسي. الواجهه بالصينيه تقدر تسكي على هذه او تسكي على هذه مثلا وترجعها بالفرنسي ولا باللونجلي ولا باي حاجه. المهم هو غتسكي على اكسبتي باش كيتيليشارجا هذاك البروغرام. صافي ها هو كيتيليشارجا من بعد الاخوان كتبقى تسكي في ياس 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 باش يخرج لك واجهه البروغرام. هو هذا، هو هذا البروغرام اللي كيخرج لك هنايا الاخوان، اسمه ابي سي، هنايا ابي سي، هنا ابسون فوتو
فوتو بلاس. غتسكي عليها الاخوان بهذه الطريقه سهله يعني ماشي شي حاجه. ها الواجهه ديالو كيفاش كتكون. صافي بهذه الطريقه الاخوان، حيت انا عدلته بالعربيه حيت هو كيطلب منك اللغه، اش من لغه بغيتي، واش فرونسي عربيه لونغلي، المهم اي لغه بغيتي. هنايا الاخوان الا بغينا نطبعوا لي كارت، بالنسبه اللي الا بغينا نطبعوا السي دي، ها السي دي فين غنطبعوا السي دي، هذه بطاقه الهويه، هادو هما لي كارت. هادو الا بغينا نطبعوا واجه بحال لي ملخص ولا يعني كيبسط عليك الاشياء، من تبغي تطبع شي حاجه كتلقى كلشي كاين هنا. حنا نسكيو على بطاقه الهويه، وهذه هي بطاقه الاخوان، هما هادو فيهم هاد العبر هذا على حسب طولي ولا عرضي، على حسب كيفاش داير انت التصميم ديالك. صافي كتختار بهذه الطريقه، هذه كيعطيوك خاصك تحط التصاميم ديالك هنا، التصاميم ديالك. نشوف واحد شي تصاميم مثلا اللي عندنا باش نحطوهم هنايا. نشوفوا هاد لي كارت مثلا الاخوان، بغينا حنايا مثلا نحطوا هاد لي كارت، هاد لي كارت هادو نحطوهم هنايا. الا بغيتي تحط شي كارطه هنايا الاخوان، كتسكي على هادي، هاد المجسم هذا اللي كي هادي، وكتسكي على الكارطه اللي خاصك تحط، هي هادي، هي هادي. حنا نقولوا مثلا نطبعوا هادشي ديال الضمان الاجتماعي موافق. صافي كتزومي عليها بهاد الطريقه هادي، يعني بسيطه جدا. ومن بعد الا بغيتي عاوتاني تدخل شي صوره اخرى مختلفه كتدخلها، يعني الا بغيتي تطبع جوج كراطي هادي عاوتاني موافق، كتهبط لهنا ساهله بهاد الطريقه، كتجيبها كتكبرها بهاد الطريقه. صافي صافي وكتطبع. دابا نديرو واحد التجربه ديال الطباعه ديال هاد لي كارت هاد هنا، وكدير الطباعه، بدء الطباعه هنا، كتعمل بدء الطباعه عاد كيبدا يطبع. اخوان ملي كتلونسي الطباعه، ملي كتدير لكم هاد الموافق هادي، وكتسكيو على بدء الطباعه، كتجي كتعطيكم واحد الرمشه هنايا، واحد العلامه هنايا، زعما خصك هادشي قبل ما تدخل هادي، كدير بدء الاستخدام الطباعه. من بعد كتعمر لي كارت هنايا بهاد الطريقه هادي، هادو هذا هو لا كارت بي في سي، السيبورة ديال لي كارت، كتمشي لي كارت هنايا بهاد الطريقه مفهومه، يعني مفهومه، وكتجي كتدخلهم هنايا، كتجي كتدخلهم في هاد الفتحه، وهادي كتكون داخله، وخاصك تدخلهم الاخوان حتى لهاد الشرطه هادي، دخلها حتى لهاد الشرطه هادي. يعني الا كنتي تطبع لي كارت خاصك تدخلها حتى لهاد الشرطه بهاد الجهه، كنت تدخل السي دي غدخل مقلوب عاوتاني. صافي كتدخل بهاد الطريقه هادي حتى حتى فين قلت لكم، حتى لهنايا، حتى لهاد الشريطات هادي بهاد الطريقه هادي. ومن بعد شنو كتعمل، كتسكي عليها. صافي شو ها وانتم تشوفوا النتيجه. هاد لي كارت هاد واش كيبان لكم هادشي هذا، والسرعة حتى السرعة تبارك الله ما شاء الله سريعة بزاف. صافي بهاد الطريقة إلا بغيتي تقلب عاوتاني كتقلب باش تطبع لي كارت آخرين. طريقه سهله الاخوان. واحد الحاجه الاخوان ما قلتها لكمش في الاول، هو ملي كتجي مثلا عمرتي المداد، عمرتي الاحبار، وكيفاش غيطلعوا الاحبار، كتجي كتبقى تاكي على هذه واحد 5 ثواني، كتبقى تاكي عليها وكتشعل الماكينه، كتبقى تاكي عليها وكتشعل الماكينه. من بعد كتخليها واحد 7 دقائق كيطلع فيها المداد، كيطلع فيها المداد، كيطلع 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 كيطلع. صافي ديك الساعه يمكن لك تستخدمها، يعني خصها تبقى واحد 7 دقائق كطلع المداد هذه. وزائد فيها الويفي الاخوان، الا بغيتو تخدموا الويفي راه كتخدم حتى الويفي، تقدر تطبع غير من التليفون ديالك، مثلا شي تصميم ولا شي ورقه ولا شي حاجه تلونسيها غير من التليفون وغطبعها لك بالويفي.